مشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات. السيد المسيح لما مات عرفنا مات إمتى، الساعة كام، نزل من على الصليب إمتى، اتدفن إمتى، مين اللي شاله، مين اللي كفنه، اتحط في القبر إمتى، قام من الأموات إمتى. كل التفاصيل بتاعت السيد المسيح محدش اختلف فيها، لكن في مشكلة كبيرة. محمد اللي في نظر المسلمين ان هو اعظم من السيد المسيح، اللي هو يعني الكون كله معمول عشانه، مش عارفين المسلمين حتى يومنا هذا يحددوا هو مات امتى وفي حضن مين مات أو مات مع مين، جنب مين، محدش عارف لغاية دلوقتي. إيه رأيك يا أخي مالك؟ أهلا بك أخت فرحة. فعلا المسلمين العلماء والمؤرخين حائرين بين شخصين يعني مات في حضنه محمد، إما عائشة وأما علي. البعض يقول عائشة والبعض يقول علي. رواية على شكل التالي: عائشة تقول أن محمد كان لديها يمرض وأنه كان بين حجرها. بتقول القصة على الشكل التالي: أني بتقول عائشة أني قالت كي يعني ولقد دعا بطست ليبول فيها فانخنث في حجري وما شعرت أنه مات وما مات إلا بين سحري ونحري. تقول المرأة عائشة أن محمد كان مريضا وكان بين يديها، ثم طلبت طست ليبول بها حسب رواية عند ابن سعد صفحة 228 المجلد الثاني. فجأة الرجل يعني ارتخى أو بمعنى يعني تمايل ومات، وهي لم تدري أنه مات. هذا الرواية الأولى. طبعا الرواية هي موجودة على هي ربما لما شايفاه بيتبول ففكره يعني أنه هو على قيد الحياة، على قيد الحياة، لكن طبعا هو في الحقيقة مات، كان قد فارق أسلم الروح. طبعا الرجل روايات أنه مات في حضن عائشة هي أخذ صفحتين عند ابن سعد صفحة 228 و229 مجموعة كبيرة من الرواة يقولون أنه مات في حضن عائشة. مجموعة ثانية من الرواة تقول أن محمد مات في حجر علي. وهذا الفصل كمان من كتاب ابن سعد بيقول فصل ذكر من قال ابن سعد برضو نعم ذكر من قال توفي رسول الله في حجر علي ابن أبي طالب. طبعا في حجر علي ابن طالب أيضا أخذ كمان منه ما يقارب صفحتين حديث عن روايات تؤكد أن محمد مات في حجر علي. أحد الروايات بتقول عن فلان عن فلان قال قبض رسول الله ورأسه في حجر علي. هاي أحد الروايات تقول أن قبض رسول الله ورأسه في حجر علي. رأسه في حجر من؟ في حجر عائشة ولا في حجر علي؟ نعم علي وعيشة كانوا أعداء، فنصدق مين فيهم أخي مالك؟ طبعا نحن صار صعب نصدق علي كونه هو له مصلحة في الدعاء أن محمد مات في حجري، ونصدق عائشة أن يعني محمد مات في حجر علي. خطورة الموضوع في الحقيقة أني مو يعني محمد لدى من مات، عائشة أم علي، ولكن ما دام يعني واحد منهم صادق فالآخر كاذب. ولدينا في القرآن آيات رواتها عائشة وعلي بالزبط. فلدينا إذن جزء من القرآن مسؤول عنه علي وجزء منه مسؤول عائشة، الكاذب منهما أيضا كاذب في آيات القرآن بالزبط. فالإشكالية أن نحن عندنا في شخص حتما كاذب حسب الصدق يعني أو حسب المنطق، إحداهما كاذب، قضيتين إحداهما صحيحة. فمن يكذب في هذا الموضوع يكذب في مواضيع أخرى. اللي يكذب في الصغيرة ما هو حتى موضوع يكذب في الكبيرة، يعني من يكذب في موت محمد مثلا ليس يعني صغيرا، ولكن من يكذب في موضوع حضنه مات فإذن يؤلف آيات لأمور معينة أخرى. فنحن نضع إذن موت محمد على خانة أنه يعني ما يعني أداة خطيرة في الشك في مصداقية القرآن نفسه. شكرا أخي مالك. أصدق مين ولا مين؟ هو مات في حضن عائشة ولا مات في حضن علي، ولا أصلا محمد كان موجود؟ أرجوكم ردوا علينا. نلقاكم في فقرة جديدة من قرآنياتنا.